اهلا بحضراتكم مره تانيه. يمكن في الانترو قلت لحضراتكم من خلال الاخبار ان النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي استقبل في النادي الاهلي بالجزيره الكابتن حماده الشربيني رئيس منطقه القاهره لكره القدم. الحقيقه معانا تقرير عن هذه الزياره نشوفه مع حضراتكم ونرجع مع نجومنا الكبار. بشكركم طبعا وبشكر الكابتن محمود وان هو على حسن الضيافه يعني والكرم اللي احنا متعودين على طول ليه في بيتنا الكبير النادي الاهلي وهذا الكيان العظيم. اولا احنا جينا النهارده الزياره اولا عشان نطمئن بس على صحه الكابتن، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا. الحمد لله ان احنا شفناه بكل خير، ودي حاجه اسعدتنا فعلا لان احنا كنا فعلا قلقانين عليه الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله اطمئنين عليه ونحمد ربنا الف شكر طبعا على ان احنا شفناه النهارده بكل خير وبصحه الحمد لله وبعافيه. ربنا يا رب يديله الصحه يا رب. تاني حاجة طبعا بنبارك له طبعا على البطولات الجميلة اللي بتسعد الشعب المصري كله طبعا اللي خدها في الفترة اللي فاتت. ما اسعدناش الحظ ان احنا نشوفه في مع البطولات الأخيرة ديت، بس نظرا بس لظروف شغله وفترة العلاج اللي هو كان فيها بره، فالحمد لله برضو احنا بنبارك له. ويا رب ان شاء الله برضو منتظرين اكتر يعني بطولات اكتر واكتر. ثالث حاجه طبعا كنا بنقدم له طبعا كل الشكر والتقدير كمنطقه القاهره ان هو طبعا يعني على المسانده والدعم المتمثل ان هو بيمنحنا ملاعب النادي وكل امكانيات النادي في خدمه منتخبات القاهره واقامه مهرجانات البراعم على طول هناك في النادي الاهلي، فطبعا دي حاجه برده جايين لازم نشكره عليها على المسانده والدعم اللي هو بيقدمه لنا كمنطقه القاهره. طبعا دي يعني اقل حاجه ان احنا بنقدمها له يعني اسطوره، طبعا اسطوره كره القدم والرياضه المصريه طبعا عندنا طبعا، فيعني لازم طبعا ان احنا طبعا يعني نحتفل بيه. احنا طبعا بنتشرف ان منطقه القاهره يكون من ضمنها طبعا يعني النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه يمكن في العالم العربي، فطبعا دي حاجه بتشرفنا. وزي ما قلت لحضرتك يعني كان ليها اكتر من سبب الزياره، واتكلمنا في الفتره اللي جايه ازاي ممكن يبقى في تعاون اكتر كمان في الفتره الجايه، يا رب نشوفه على ارض الواقع باذن الله الفتره اللي جايه يعني. ان شاء الله يا رب طبعا يعني بمساعده طبعا يعني الجميع كده ان شاء الله. احنا عاملين يعني اول حاجه احنا بنعملها طبعا ومهتمين بيها طبعا غير المهرجانات ومباريات الناشئين طبعا هو موضوع المنتخبات، لان ده طبعا كله بيصب لصالح منتخب مصر الكبير. فطبعا احنا يعني الحمد لله الفتره اللي جايه منصبين لكل المنتخبات عندنا ابتداء من منتخب 2005 و2006 2007 2008 2009 والسنه دي في 2010 بيشترك ان شاء الله في بطوله طوكيو الدوليه. دي بطوله دوليه اسمها بطوله العواصم للعالم، فطبعا احنا كقاهره بنمثل مصر هناك كل سنه، والحمد لله باذن الله يعني محققين يعني قبل كده المركز الاول وخدنا البرونزيه السنه اللي فاتت. فيا رب ان شاء الله السنه دي نحقق مع منتخب 2010 اللي بيضم طبعا نسبه كبيره جدا من اولاد النادي الاهلي، يا رب نعمل حاجه كويسه السنه دي. وعايز اقول لكم يعني بالمناسبه دي ان احنا بقى بنسافر طوكيو بيبقى عارفين عاملين حسابنا المنتخب القاهره بالذات، لانه عارفين ان منتخب القاهره ده بيمثله طبعا كيان زي نادي القرن زي النادي الاهلي، وعارفين ان في نسبه كبيره جدا من اولادنا من النادي الاهلي. فمش عايز اقول لك بيبقى عاملين لنا حساب كبير جدا كمنتخب القاهره اول ما بنوصل اليابان. فالحمد لله يعني النادي الاهلي بسمعته الطيبه فبتسبقنا لجميع الاحداث العالميه الجاريه هناك، اللي هو يعني في اليابان دول بيبقى لينا يعني مش عايز اقول لك حساب جامد جدا جدا اول منتخب القاهره بيوصل طوكيو يعني. انا عايز اشكر كابتن محمود ومجلس ادارته وجميع المديرين وجميع العاملين. انا امبارح كنت في زياره في النادي الاهلي فرع التجمع الخامس، بامانه يعني لوحه فنيه رائعه. انا يعني يمكن لفيت نوادي جدا كثير جدا في على مستوى العالم، انا بامانه بجد بدون اي تحيز لبلدي او للنادي الاهلي انا ما شفتش اللوحه الفنيه الرائعه اللي انا شفتها هناك
في نادي التجمع الخامس حاجة عظيمة. فأنا بشكر الكابتن ومجلس إدارته بجد كل الشكر إن هم يعني سابوا لنا وحققوا لنا حاجة يعني كنا بنتمناها، إن احنا نشوف حاجة زي كده على أرض مصر. فبجد بشكره، وإن شاء الله كمان أروح أشوف كمان فرع زايد، ده الوحيد اللي لسه ما شفتوش. أكيد على أنا هيبقى على نفس السياق التجمع وبنفس الروعة والجمال اللي أنا شفتها هناك في التجمع الخامس.